أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد وحلقة جديدة نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية والدولية ونبدأ بعد فاصل قصير. نبدأ من الجاردينا وجاء فيها يتساءل الكاتب سعد ناجي جواد من هي الأطراف المسؤولة عن المأزق السياسي العراقي وهل يأتي الفرج من الخارج كما يؤمن البعض حيث عام آخر يضيع من عمر العراقيين ولا يزال البعض يمني النفس بالفرج عام آخر يضيع ومعه ضاعت وتضيع أموال العراق والعراقيين وآخرها ضياع وسرقة مبلغ 26 مليار دولار خصصت لما يسمى بقانون الأمن الغذائي في عمليات فساد ونهب منظم وكالعادة لم تتحقق كل الوعود التي أطلقت عندما مرر هذا المشروع في البرلمان والآن تجري أحاديث وأحاديث عن سرقة مخصصات ونهب أموال كبيرة باسم مشاريع وهمية من الأموال المخصصة لهذا القانون ولم يتم مساءلة فاسد كبير واحد على الأقل وعلى الرغم من كل الملفات الكبيرة التي تنشر هنا وهناك. الشيء المؤسف أنه في ظل كل هذه الكوارث لا تزال تصدر أصوات تقول للعراقيين بأن الفرج آت قريباً من الخارج، فهناك من يبشر بدور للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وآخر يلمح لدور الولايات المتحدة والغرب، والآخر يعتقد أن دول الجوار المتنفذة في العراق هي التي ستنهي هذه الأزمة. وهذه الأفكار هي ليست حكراً على العامة أو على الذين يعتقدون بأنهم على علم ببواطن الأمور، وإنما كل سياسي هذه الأيام يؤمن بها، وبدلاً من أن يلجأوا إلى الجلوس مع بعضهم البعض ويعترفوا بفشلهم كما أكدوا ذلك جميعاً وعلى الهواء مباشرة وفي مناسبات مختلفة، وينسحبوا من المشهد السياسي تاركين المجال لمن هو أكفأ منهم لإصلاح الأمور، بدلاً عن ذلك كله تنقل لنا الأخبار يومياً اللقاءات المكثفة التي يقوم بها سياسيو البلد مع السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية لكي يطرحوا عليهم مشكلة العراق، ونسوا أو تناسوا أن من اعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قبل 20 عاماً لم يجلب للعراق سوى الدمار والفقر والجوع وتمزيق المجتمع وهيمنة الفساد وإلى غير ذلك من الكوارث، ونسوا أو ربما لا يستطيعون استيعاب حقيقة أن من خطط للاحتلال ونفذه كان يريد أن يوصل العراق إلى هذه النتيجة أو الحالة، وبالتالي فكيف يمكن أن يصدق أن نفس هذه الأطراف ستصلح الأمور؟ يقول الكاتب رامي الصالحي في تقرير نشره موقع ألترا عراق بات ملف التلوث الجوي في العراق تحديا جديا وخطيرا أمام الحكومة والجهات المعنية، وهو الذي يتزامن أيضا مع التغير المناخي الحاد الذي ضرب البلاد، الأمر الذي وضع معظم العراقيين أمام مواجهة الأمراض السرطانية والغريبة من نوعها التي اجتاحت العديد من المدن في العراق، ويعاني القطاع الصحي على مستوى المستشفيات الأهلية والحكومية كذلك من نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية والكوادر العاملة فيها كذلك، في حين أنهكت أزمة تفشي فيروس كورونا ما تبقى من القطاع الذي سجل انهيارا واضحا بعد العام 2003، ومن المعروف قديما أن العراق كان يطلق عليه أرض السواد، يقول المقال لكثرة وغزارة المزروعات الطبيعية التي كانت تعمل آنذاك على تنقية الهواء في البلاد، إلا أن البلاد أصبحت الآن من بين الدول الأكثر تلوثاً وتصحراً في العالم، وطوال السنوات العجاف الماضية أهملت الزراعة في العراق وكذلك ما يسمى بالحزام الأخضر بعد قطع مئات الأشجار والنخيل من مناطق متعددة في البلاد بسبب الأزمة السكنية التي خلفت ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية دون تنظيم. على الرغم من انخفاض أعداد المصانع في العراق خلال الفترة الأخيرة
إلا أن تلوث الهواء لا يزال يعد أحد العوامل المسببة للأمراض في البلاد من خلال التلوث الغازي والبيولوجي والإشعاعي في الهواء، وفق عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة علي حليم الطاهر. والتلوث البيولوجي يجري عن طريق انتشار الفيروسات والميكروبات في الجو ويؤدي إلى فقد السيطرة على هذا الانتشار، كما شهدناه في وباء الإنفلونزا وجائحة كورونا وفقاً لكلام الطاهر. التلوث الإشعاعي المتزايد في كافة المحافظات متزامن مع انتشار الأبراج التي تبث الموجات الكهرومغناطيسية قصيرة المدى وخاصة داخل المناطق السكنية. الهواء في العراق على وجه الخصوص يعاني من ارتفاع في أكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون والهيدروكربونات الناتجة عن العمليات المصاحبة لاحتراق الوقود في المصافي ووحدات إنتاج الطاقة. ننتقل وإياكم إلى صحيفة القدس العربي. يتساءل الكاتب فيها: ماذا بعد انتخابات رئيس الجمهورية؟ بعد أكثر من سنة من الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر 2021، فكت عقدة رئيس الجمهورية في اللحظة الأخيرة، وهي العقدة التي أوجدها إصرار الحزبين الديمقراطي والكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الحزب الديمقراطي مع تحالف بعض أطراف إدارة الدولة على سحب مرشحه في مقابل دعم ترشيح الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مع أن الأخير هو قيادي أصلي وأصيل في الاتحاد الوطني، وسبق له أن كان وزيرا مزمنا لوزارة الموارد المائية، مرشحا عن الاتحاد مزمنا، هكذا يصفه الكاتب فيه، الحكومة المؤقتة التي شكلها إياد علاوي في العام 2004، ثم في الحكومة الانتقالية التي شكلها إبراهيم الجعفري في عام 2005، ثم في الحكومة الأولى لنوري المالكي في عام 2006 كذلك. التحالفات السياسية في العراق هي تحالفات براغماتية تتعلق بالمصلحة المباشرة التي يفترضها من يوقع من خلال اتفاقات شفهية دون أي التزام واضح ومحدد أو وثائق ضامنة، وأنها تحالفات لا تقاليد ولا أعراف لها. وهي تكشف أيضا أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تعني بالنسبة لتحالف إدارة الدولة سوى خطوة تفضي إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي إلى الوصول إلى موارد مالية ضخمة تحققها الوفرة المالية التي حدثت بعد ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أيضا تسريع لعملية الاستثمار في المال العام عبر تمرير قانون موازنة اتحادية يجري تنظيمها لهذا الغرض. إن إحاطة الممثل الخاص للأمين العام في العراق في مجلس الأمن يوم 4 من تشرين 2 أكتوبر والبيانات التي أصدرها سفراء الدول الغربية في العراق، سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، قد أوضحت بما لا يقبل الشك أنهم مع الإسراع بتشكيل الحكومة، وعليها ستحظى حكومة الإطار التنسيقي بشرعية دولية تزيد من محدودية خيارات التيار الصدري. نشر وزير الخارجية البريطانية السابق آلان دينكن رسالة في صحيفة فاينانشال تايمز إلى مجلس الوزراء يطالبه فيها بمطالبة رئيسة الحكومة ليز تراس بالتراجع عن قرارها بنقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأوضح في رسالته وضع القدس وحساسيته في ضوء القرارات الأممية المتعلقة بها، وأكد دينكن وهو من المحافظين أي حزب تراس أن نقل سفارة بريطانيا إلى القدس هي خطوة استفزازية من نوعها لدرجة بالغة الخطورة، وحذر من أن استمرار تراس بهذا القرار سيدمر سمعة بريطانيا برمتها وسوف يقوض مكانتها في العالم، وأنه
يعد تغييرا جوهريا في السياسة الخارجية البريطانية، وكذلك بالتوازن مع في الموقف بأسره وبرمته، بل والعدالة في المنطقة. خطة تراس تواجه انتقادات من جانب المعارضة وبعض الشخصيات من الحزب الحاكم، كما أعلنت قيادات الكنائس البريطانية معارضتها للخطوة، علاوة على مهاجمة القرار من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية. لن يخدم نقل السفارة الأطراف المعنية على الأرض، بل من شأنه أن يصب في صالح تلك الأطراف الإسرائيلية التي تزعم بأن كل القدس ملك لهم. إذا ما تم تنفيذ خطة نقل السفارة بالكامل، فإن ذلك سيدمر سمعة بريطانيا، وينبغي على بريطانيا التمسك بسياستها وبالتزاماتها القائمة، وخاصة تجاه الأردن، وذلك بالتخلي عن مجرد التفكير باتخاذ مثل هذه الخطوة الرعناء والخالية من المبادئ. وإنه لمن المقلق أيضاً أن يكون قرار بهذا الحجم قد اتخذ أثناء المنافسة على قيادة الحزب، وذلك تجاوباً مع ضغوط مارستها جهات كانت تروج لطموحات إسرائيل وتطلعاتها، وذلك في حد ذاته يثير تساؤلات خطيرة حول مدى سلامة مثل هذا الموقف. جاء في الشرق الأوسط، لم يبقى في الأبجدية اللبنانية أهلة أو أقواس أو مزدوجات لوضع اسم إسرائيل ضمنها في معرض الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية معها. وبالنسبة إلى المفاوض النائب إلياس أبو صعب، فإن لبنان لم يفاوض دولة العدو الإسرائيلي إطلاقا، لأنه يعتبر أن لا وجود لها أصلا. وأما الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي يبدو عادة في الصور الرسمية متجهما مكفهرا، فقد كانت ضحكته قنطارا وهو يعلن الإنجاز الوحيد في الأيام الأخيرة من عهده، اتفاق يعطي لبنان حقوقه في دخل نفطي كامل أو أي دخل آخر، أمر طبيعي، لكن إخراج الإعلان عنه مضحكا كمثل القول إن المفاوضين توقفوا 36 ساعة تقريبا عن كلمتين وتصببوا عرقا، وبعد 36 ساعة كاملة تقريبا حق القول والحق وجهد الباطل. اتفاق مع إسرائيل برعاية أمريكية لم تتوقف لحظة واحدة، ختم بمكالمة هاتفية بين جو بايدن والرئيس اللبناني، أي اتفاق مع الجانب الصهيو أمريكي، وفي حين تتهم السفيرة الأمريكية عادة بالتدخل السافر في شؤون لبنان، كما طلع على بالها فنجان قهوة عند مسؤول لبناني، فإنها هذه المرة صورت تسلم عون نص الاتفاق كما دونه الأمريكيون. كان الخوف في أوساط العونيين أن يخرج الرئيس من بعبدة قبل الإعلان عن أن لبنان أصبح دولة نفطية، وأن تعطى هذه الهدية للرئيس المقبل إذا ما أقبل، لكن المبعوث الأمريكي نشط في الرحلات المكوكية بين العدو الإسرائيلي حتى اطمأن الجميع إلى اقتسام عادل وزوال خطر الحرب بسبب حقل كاريش. صحيح أنها لا تستطيع تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جمهورية أو وقف انهيار الاقتصاد، لكنها قادرة على اتخاذ قرارات تاريخية مثل ترسيم الحدود وإقناع حزب الله بقبولها أيضاً. مكالمة بايدن هدفها تشجيع عون على استعادة المزيد من الدولة وطمأنة إسرائيل إلى أن واشنطن ترعى الاتفاق على مستوى البيت الأبيض وليس فقط على مستوى الوسطاء. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس.
كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور. نقرأ في العربي الجديد. نجح مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي خلال فترة وجيزة من إنشائه في استقطاب ما يزيد على 500,000 زائر محلي وأجنبي كذلك، باعتباره أحد أكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي، حيث تعتبر المتاحف المكون الأبرز داخل المركز، إذ تضم 22 قاعة تعرض أكثر من 1,000 قطعة. عمل على إعدادها قرابة 100 جهة متخصصة في مجالها من 13 دولة، ويعكس ذلك مدى التعاون الدولي المميز في إقامة المركز الثقافي الأبرز كويتيا، والذي يعد كذلك أحد أبرز المراكز الثقافية في الخليج العربي. وقد فاز عام 2021 بجائزة أوسكار المتاحف الدولية من ألمانيا عن فئة أفضل وجهة ثقافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما جزيرة نت نشرت: لا يزال اسم الكاتبة الفرنسية آني إيرنو الحائزة على جائزة نوبل للآداب لهذا العام يتصدر عناوين الصحف ومحركات البحث، خاصة في العالم العربي الذي يعيد القراء فيه اكتشافها. ولا يرجع هذا الحماس فقط إلى وجود عدد من مؤلفاتها مترجما إلى العربية، ما يجعل التعرف إلى عالمها في متناول القارئ العربي بقدر ما يرجع إلى رابط آخر سرعان ما اكتشف القراء العرب أنه يجمعهم مع الكاتبة الفرنسية. فبعيدا عن إنجازها الأدبي، اهتم القراء العرب بمواقف إيرنو السياسية وانحيازاتها الأخلاقية الواضحة وعدائها المعروف لدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية، بعد أن أصبحت أول أديبة تفوز بنوبل وتمتلك مواقف واضحة ضد إسرائيل. هذه المواقف دفعت العديد من الصحف الإسرائيلية لانتقاد فوزها بجائزة نوبل ووصفها بأنها كاتبة معادية للسامية. ومن أشهر مواقف إيرنو في هذا الصدد توقيعها عام 2018 بياناً مع 80 شخصية ثقافية بارزة معروفة من أجل معارضة إنشاء موسم للفعاليات الثقافية من قبل الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية إحياء للذكرى 70 لتأسيس دولة إسرائيل المحتلة. وقد اتهم هذا البيان دولة إسرائيل باستخدام الأحداث الثقافية لتبييض جرائمها ضد الفلسطينيين. والآن أترككم لتتابعوا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع الصحف.
تزخر الجزائر بالعديد من الثروات المعدنية الهامة إلا أنها ليست مستغلة، وصفها الخبراء بالكنز الثمين، ففي باطنها مخزون معتبر من المعادن النادرة. إضافة لذلك فصحراء الجزائر تكتنز 20% من المخزون العالمي للأتربة النادرة حسب ما أكده مكتب البحوث الجيولوجية والمعدنية التابع لوكالة الإفريقية للإعلام الاقتصادي والمالي. لذا دعنا نستكشف سوياً أبرز ثروات الجزائر المنسية وأثر استغلالها على الاقتصاد الجزائري. كنز باطني. الباطن الجزائري يحتضن عديد الثروات الهامة، حيث تستحوذ الجزائر على 2% من الاحتياطي العالمي للحديد، كما تحتوي الصحراء الجزائرية على الزنك والذهب ومعادن نفيسة أخرى. ليس هذا فحسب، بل يضاف لهذه الثروة الفوسفات الذي يعد أحد أهم الموارد الطبيعية في الجزائر، وتقدر احتياطاته بأكثر من 2 مليار طن. في هذا الصدد أطلقت وزارة الطاقة والمناجم 26 مشروعاً للبحث والتنقيب عن المعادن بعد اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة. ولأن صحراء الجزائر إوزة تلد الذهب، فبحسب الخبراء تمتلك الصحراء الجزائرية ثروات باطنية ورواسب معدنية كبيرة غير مستغلة تشمل اليورانيوم والألماس والمنغنيز، إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة والأتربة النادرة التي تمثل تجارتها نحو 1.5 مليار دولار. مجال واعد. في ظل سعي الجزائر لاستغلال مواردها الطبيعية الهائلة لكسب رهان تنويع الاقتصاد، يعتبر الخبراء الثروات المنجمية ورقة رابحة للنجاح في ذلك. وفي هذا الإطار رمت الحكومة الجزائرية بثقلها هذا العام من أجل تثمين ثرواتها الطبيعية المعدنية لتدعيم موارد العملة الصعبة في إطار التحضير للتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات والخروج من مأزق الاعتماد على مورد واحد في نشاطها الاقتصادي. الباحثون يؤكدون أن الثروة الباطنية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الجزائري، خاصة بعد ورود تقارير تفيد بأن الجنوب الجزائري يزخر بالأتربة النادرة. في ضوء ذلك توقع المختصون توافد الاستثمارات الأجنبية على الجزائر، خاصة في مجال الأتربة النادرة، الأمر الذي أكده الاتحاد الأوروبي بحاجة أوروبا للأتربة الجزائرية لتعويض التغذية الحالية التي تأتي من الصين وروسيا وأوكرانيا. برأيك، هل ستساهم الثروة المنجمية بنهوض الاقتصاد الجزائري؟ شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.